تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخدرات ومن يتعاطاها عندما يريدون تعاطيها يختفون عن الناس في البراري أو الأماكن المهجورة البعيدة عن الأنظار خوفا من القبض عليهم، فهل يجوز التجسس عليهم وفضحهم؟ شوفوا، اللي منهم خطر على المسلمين، اللي شرهم ما هم قاصر عليهم، بل شرهم ينتشر على المسلمين بترويج المخدرات وإفساد المسلمين وأولاد المسلمين، هؤلاء يجب متابعتهم وإعطاء الإخباريات عنهم حتى يسلم المسلمون من شرهم ويقضى على فسادهم. نعم.